في واحدة من أسرع القضايا التي تحال للقضاء المصري، بدأت اليوم محكمة استئناف المنصورة النظر بقضية الفتاة نيرة أشرف التي قتلت ذبحا أمام جامعتها في 20 من هذا الشهر. المحكمة قررت تأجيل جلسة اليوم على أن يتم عقد الجلسة الجديدة يوم الثلاثاء مع فرض حظر للنشر. جلسة اليوم شهدت اعتراف المتهم بارتكاب جريمته، إلا أنه ساق مبررات بأنه تعرض للاستغلال من قبل الضحية وأهلها، وهو ما نفته الأسرة. أهل نيرة في جلسة المحاكمة لم يتمكنوا من تمالك أنفسهم، حيث تعرضوا لانهيار بمجرد رؤية المتهم، فيما لم يحضر أهل المتهم محمد عادل. والد نيرة أشرف قال إنه يتمنى أن يسمع حكم إعدام المتهم سريعا، مؤكدا أن القصاص السريع سيمنحه بعضا من الراحة. أما عضو هيئة الدفاع عن المتهم فطلب عرضه على الطب الشرعي لبيان حالته الصحية والنفسية أثناء ارتكاب الجريمة. المحكمة أكدت أنها لن تنظر إلا بما تحويه أوراق القضية والأدلة، ولن تتأثر بما يدور خارجها، لأنها ذلك لا يتماشى مع قواعد تطبيق القانون. بالله عليكم ما تبقوش انتوا كمان علينا، نيرة اختي راحت ومحدش وقف معانا وهي عايشة، اقفوا معانا لما راحت عشان ناخد لها حقها، مش هيبقى حقها راحت وهي عايشة، وحقها يروح وهي ميتة، مش هيبقى حقها راحت وهي عايشة. انا معاكم وهنوصل صوتي زي ما انتوا عايزين. حقها روحوا واحنا سكتنا وكله سكت، انها في الاخر يا حبيبتي كله سكت على حقها، وهي كانت مظلومة وربنا بيرد لها سمعتها دلوقتي، كانت مظلومة وكل الناس كانت بتتكلم عنها ظلم وظلم، لما الواد بيبعت لهم بيفكروا ان نيرة وحشة.